تقول: ما حكم لبس عباءة الكتف ولبس النقاب علما بأنه لا يظهر سوى العينين؟ أما عباءة الكتف فلقد تكلم مشايخنا وفصلوا وتوسعوا في ذكر الشرور المترتبة على لبس عباءة الكتف. أليست تميز الجسد؟ أليست تبين الأكتاف؟ أليست تبين المرأة طويلة قصيرة ضعيفة متينة، أو تبين مفاتنها وتبين حجم جسمها، فتعرف من عباءتها حجم جسمها؟ إيش المقصد من العباءة؟ العباءة للستر ليست للزينة. العباءة للستر ليست للزينة، واليوم العباءة صارت زينة، ليست للستر. مخصرة مضيقة تظهر المفاتن وتظهر المحاسن، أي عباءة هذه؟ إنما أمرت بلبس العباءة حتى تستر الزينة، مش لتظهر الزينة. أما النقاب فلقد حرمه كثير من مشايخنا. سبحان الله، المرأة لا تتكلم مع الرجل، لكن العيون هي التي تتكلم. النظرة إلى النظرة والعين في العين هي التي تتكلم. بارك الله فيك. ورب نظرة أوقعت مفسدة لا يعلمها إلا الله. فخطاب العيون أقوى من خطاب الكلام. هكذا وقعت من وقعت بنظرة ثم ابتسامة ثم كلمة. وكل مصيبة مبدأها النظر، وإنما توقد النار من مستصغر الشرر. تقول: علما بأنه لا يظهر سوى العينين. الموت، بارك الله فيك. أجمل ما في المرأة عينها، أجمل ما في المرأة عيونها، بارك الله فيك. وما تغزل المتغزلون إلا بالعيون، وبكحلها وبسوادها وبخضرارها وزرقاقها. حتى اليوم ترين من تلبس العدسات الملونة حتى تظهر جمال عينيها. فالعيون أخاذه، بارك الله فيك. لذلك لابد أن تسدل النقاب وتغطي وجهها، ولا تظهر حتى عينيه.